ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الإنذارية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من يوم غد والأيام القادمة لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية بالتفصيل، سوف نوافقكم بآخر التوقعات. فقبل البدء مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهدون أول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك اشتراك في القناة وشكرا لكم. يوم غد يتوقع بإذن الله أن تكون أجواء غير مستقرة مع احتمال الرياح القوية على الأقاليم الجنوبية المملكة وطقس حار نسبيا على الجنوب الشرقي وكذلك على الحوزة مرتفعات الريف والجهة الشرقية. وبالنسبة كذلك لتساقطات الأمطار والأمطار الرعدية، فيتوقع تكونات أمطار جد معتبرة خصوصا على مرتفعات كيكو خنيفرة وتنفيت وابن ملال، مع احتمالية خلال الأيام القادمة دخول عواصف مدارية قوية جدا إخواني الأعزاء، كما سوف تشاهدون إخواني في هذه النشرة المفصلة. دخول اضطرابات جوية محتملة قوية محليا خصوصا على الأقاليم الجنوبية المملكة، سوف تعرف اضطرابات جوية غزيرة قوية خصوصا على الداخلة وأوسرد والقويرة وبجدور والسمارة بإذن الله وكذلك مرتفعات الأطلس. اضطرابات جوية محليا قوية سوف تستمر لعدة أيام وكذلك يوم الأحد استمرار الأجواء الغير مستقرة على الحوز والجنوب الشرقي وكذلك تيرودانت مراكش أوكامدن أوزميز إيمتانوت وكذلك طانطان وقد تصير حتى السمارة وأكادير وتيريوين وطاطا بإذن الله وكذلك أوسرد والداخلة إن شاء الله. أمطار رعدية غزيرة قوية محليا مع اضطرابات جوية جد معتبرة كذلك على سوسة مرتفعات الأطلس على ورزازات فومزقيد وتباينت وكذلك مرتفعات الأطلس، اضطرابات جوية غزيرة قوية محليا خلال الأيام القادمة.